طبعا الكباتن قالوا كل حاجه. الهزيمه والتعادل شيء وارد في كره القدم، وارد جدا يعني، وارد انك تطلع تتغلب، وارد انك تتعادل، زي ما وارد انك تكسب، وده شيء منطقي في كره القدم يا كابتن ايمن. النهارده انت مش يومك، النهارده دي اوف بالنسبه لمعظم اللاعبين النهارده موجودين في الملعب. السبب بص من وجهه نظرك، انا هقول لك على حاجه، انا يعني انا بدي نصيحه ومسج لعيبه النادي الاهلي. الاهلي لم يحقق شيء الى الان السنه دي، او اللعيبه لم تحقق شيء الى الان السنه دي. ما حققتش دوري، ما حققتش كاس، تلعب في بطوله افريقيا، ما حققتش ميداليه في كاس العالم. انا بس مش عايز الاداء اللي احنا اثنينا عليه في كاس العالم يحسس اللعيبه ان هم جابوا بطوله للنادي الاهلي. تمام؟ ايوه. وده خد بالك احنا بنقول كده، احنا بندي كل حاجه حقها. يعني لما اللعيبه ادت بشكل كويس، قلنا اللعيبه ادت بشكل كويس في كاس العالم، استحق التقدير والاحترام، نستحق التقدير والاحترام.